خلونا نحكي شويه عن تاريخ النادي الاهلي من خلال التليفون، لان احنا معانا هاتفيا الاستاذ محمد مصطفى مدير المحتوى الوثائقي بالاهلي. اولا مساء الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب يا فندم، اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الله يسلم عليكم وعلى نهوان. الله اكبر. مساء الفل وحضرتك طيب يا رب. الله يكرمك وكل سنه والاهلي بخير. اللهم امين. احنا عايزين من حضرتك مهمه مش سهله الحقيقه، ان انت تحاول برضو على قد ما ربنا يقدرك تلخص لنا 115 سنه في جمل وعبارات بسيطه. المهمه مش سهله بس حضرتك قدها وقدود ان شاء الله. اتفضل. لازم الاول باختصار شديد، الاهلي ممكن نلخص تاريخه في النشاه الوطنيه، التاريخ الوطني، المبادئ، واخيرا البطولات. تمام. باختصار شديد نشاه النادي الاهلي نشات في ظل وجود محتل اجنبي اللي هو كان الانجليز في الوقت دوت. مظبوط. في مطلع القرن العشرين اللي هو من 1900 واحنا جايين كده، بدا الوطنيين المصريين يشعروا انه الاستثمارات الاجنبيه ملت البلد ومفيش اي استثمارات مصريه نهائيا، فبداوا في مشروع كبير انشاء كيانات موازيه للكيانات اللي الانجليز عملوها. فبدات بمشروع الجامعه المصريه اللي هي جامعه القاهره دلوقتي. تمام. مشروع بنك التسليف عشان خاطر الربا كان زاد جدا على الفلاحين المصريين. بنك التسليف اللي هو تطور بعد كده وبقى بنك مصر على ايد طلعت حرب اللي هو عمل بنك التسليف، وده طبعا من الناس من اوائل اللي بتسهل في النادي الاهلي. تمام. في ظل ده كله اتعملت مدارس عامه ونقابات وجمعيات. نفس المجموعه دي هي المجموعه دي اجتمعت، كانت قاعده وديه تقريبا يوم 8 ابريل قبلها بحوالي 3 اسابيع، اتفقوا على انه ليه ما نعملش نادي رياضي مصري؟ لان في الوقت ده كانت الانديه الموجوده في مصر كلها انديه صحيح بتاعت هيئات وانديه اجنبيه، ومن الجاليات كمان الاجنبيه اللي كانت مقيمه في مصر في الوقت ده. بالظبط، زي الجزيره وسبورتنج والتوفيقيه، وكان موجود انديه هيئات زي السكه الحديد والموظفين اللي هو بقى الاولمبي. صحيح. فبالتالي كان لازم يتعمل نادي مصري. الفكره جت كمان من انه كان معمول نفس المجموعه على راسها عمر لطفي، كانوا عملوا نادي المدارس العليا سنه 1905 يضم الطلبه، كان نادي يعتبر اجتماعي ثقافي. تمام. طيب الطلبه دول لما يخلصوا هيروحوا فين؟ في نفس الوقت هيفقدوا التواصل مع بعض. لازم يكون الناس ليها مكان يتواصلوا فيه بقى على المستوى الرياضي ويتقابلوا مع بعض وهكذا. فبدات الفكره في قاعده وديه، يا جماعه عايزين نعمل نادي يضم الناس ديت. فاتفقوا على انه يكون اول اجتماع يوم 24 ابريل وكان من الساعه 5:30 عصر الاربع 24 ابريل سنه 1907، ومن هنا كانت الفكره العظيمه لنشاه النادي الاهلي كنادي مصري خالص من اجل الشعب، مش من اجل موظفين هيئات او من اجل جاليات اجنبيه. احنا بنتكلم على مشروع قومي وطني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني. بالظبط كده. بس للاسف يا استاذ محمد لو تصلح لي، اول سنه حسب معلوماتي مسكها، لان كان ده القانون هناك، مسكها رجل انجليزي، لكن هي كانت مستمره، الموضوع ده كان استمر لسنه وبعدين حول بعد كده وتم تسليمه للمصريين. المعلومه دي برضو حضرتك تصلحها لي. طيب لما جينا احنا حاليا في ظل وجود انجليز يعني عشان خاطر تعمل اي حاجه لازم هتقابل بعراقيل كتير جدا جدا. فلازم ان المجموعه عشان تشتغل صح لازم يهيئوا لنفسهم كل سبل النجاح. كان ساعتها ميتشل انس كان وكيل وزاره الماليه، كان راجل كبير. صحيح. وكان على صله بالجماعه الوطنيه المصريه، حتى كان من ضمن حاجات من الحاجات الغريبه شويه، كان من ضمن الضيوف المدعوين لافتتاح نادي المدارس العليا في 1905، وده يدلل على انه كان في صله كبيره جدا بينه وبينهم، وفي اتصالات وفي شغل. ما انت احنا مش هنيجي نقطع علاقاتنا بالانجليز المحترمين وبالتالي احنا مش البلد هتقف، مش هنقدر نمشي من غير ما نعمل شغلنا. ومن هنا كان الاتفاق على انه يكون ميتشل انس هو اول رئيس للجنه العليا، نخلص ورقنا ونخلص كل ونقدر في الارض بتاعت النادي. استمر ميتشل انس لغايه فبراير 1908. في الوقت ده كان النادي بيتاسس وبيتم على الارض بنائه. في 1908 استقال لانه سافر لعمل ثاني في السفاره الانجليزيه في واشنطن، وتولى رئاسه النادي عزيز عزت باشا، قعد تقريبا لغايه 1916. وبعدها جه عبد الخالق صرف باشا رئيس اللي بعد كده رئيس وزراء مصر عده مرات، وبعدها بقى جعفر ولي واحمد حسنين باشا
واحمد عبود وهلم جرى لغايه ما وصلنا يعني. طيب ده على صعيد الفكره لما كانت مجرد فكره وكمان على صعيد التاسيس. خلينا بقى نتكلم على صعيد الانجازات والانتصارات، ويمكن الجزء ده كمان اصعب واصعب ان حضرتك تختصر لنا برضو انجازات تمت في النادي الاهلي من 115 سنه، اكيد برضو محتاجه حلقات وحلقات مش مجرد دقائق معدوده. بس الاهم ايه الابرز؟ مع تاسيس كمان يا استاذ محمد اول فريق كان 1911 برضو حسب معلوماتي. 1911 طيب اختصارا كده الاهلي دوره الوطني تلخص، انا هلخصه اتفضل، حتتين مهمين جدا. نمره واحد التمصير، بمعنى ان كل كان في موجود الاتحاد المختلط هو كان مشرف على الرياضه وعلى كل حاجه في مصر. فكانت أول خطوة إن أول مسابقة اتعملت في مصر لكرة القدم سنة 1913 الأهلي رفض يشارك فيها، وعمل جوه النادي الأهلي مسابقتين، كأس حشمة باشا وكأس عزيز عزت باشا، وشارك فيها جميع الطلبة في القاهرة. كانت عاملة زي دورة أولمبية مصغرة فيها كل الألعاب اللي موجودة. الغريب بقى إنه الصحف اهتمت بيها كما لو كانت مسابقات كبرى زي ما احنا بنهتم دلوقتي، وخدت بعد تاني لدرجه ان الشعب في القاهره، لانها كانت في القاهره، طلب ان يخش النادي الاهلي يتفرج على المسابقات دي. تطور الامر سنه 21 انه بدات اول خطوات التمصير اللي هي تمصير الاتحاد المصري لكره القدم بدعوه من فؤاد اباظه باشا، كان سكرتير النادي الاهلي، واجتمعت الانديه في النادي الاهلي وبدا تاسيس الاتحاد المصري لكره القدم، ومنه تاسس بقى بعد كده. كانت الخطوة الأولانية اللي خلفت أسس اتحاد الملاكمة واتحاد بلياردو، الألعاب الشهيرة وقتها، اتحاد ملاكمة اتحاد بلياردو، دخلنا في اتحاد التنس. يعني بداية التمصير جاءت من خلال النادي الأهلي. طبعا كانت بداية من خلال عظيم. النادي الأهلي. عظيم. وده ذكر في جميع المراجع الرياضية في الوقت ده، وده اللي خلى الصحافة حتى تكتب الأهلي أبو النوادي. كانت بتطلق على الأهلي أبو النوادي لأنه كان دايما هو اللي بيقود كل حاجة. أنا بقول لك إيه؟ سنة 34 مثلا بعد تمصير كل الاتحادات اتعملت حاجه جميله جدا، كان اللجنه الاولمبيه المصريه كان بيشرف عليها بولاناكي وده يوناني اساسا. اجتمعت برضه الانديه في النادي الاهلي في مايو 1934 واتفقت على انشاء لجنه اولمبيه مصريه خالصه. وعلى فكره احنا مصر ما رضتش تشارك في دوره العاب الاولمبيه 1932 بسبب اصرار بولاناكي على انه هو اللي يختار البعثات، فاعتذرت كل الهيئات المصريه والانديه المصريه والاتحادات اللي بقت مصريه وبعتوا للجنه الاولمبيه خلاص اعملوا لجنه، عملوا لجنه. فعايز اقول انه اكبر دور اتعمل هو تمصير الرياضه المصريه بالكامل من خلال النادي الاهلي. عظيم. الدور الثاني في نفس القصه اختصارا برضو، اتفضل، قصه ان الاهلي في جميع الحروب اللي شاركت فيها مصر كان دايما النادي الاهلي بيتحول للدفاع الشعبي، تمرين على الدفاع الشعبي للمقاومه الشعبيه لاعضاء النادي الاهلي، وفي منهم ناس شاركت في بعض الحروب وتعاملت فيهم لوحه تذكاريه. ونختم دي انه حتى السينما المصريه، وده احنا حتى كنت سمعت تتكلم عن الفيلم بتاع 115 سنه اهلي بالظبط كده، السينما المصريه ارخت للدور دوت في فيلم لا تطفئ الشمس بانه كانت تجمعات المقاومه الشعبيه بتتم في النادي الاهلي. دي من الناحيه ده، غير كمان مشاركه كتير من العناصر الاهلاويه والاسماء اللي بتمثل رموز في تاريخ النادي الاهلي من اللاعبين والاداريين والمدربين الى اخره، كانوا كلهم اطراف باشكال مختلفه وفي اماكن مختلفه في حروب مصريه، يعني في 67 وفي 73. فالجزء الوطني الحقيقه يعني اكيد هو ده لوحده برضه عايز له يوم كامل. طب ما تيجي ندخل على اللي بعده استاذ مصطفى. طيب. بعد اذنك الحاجه الثانيه، ما هو الاهلي هي ثلاث حاجات. الحاجه الثانيه المبادئ، ان النادي الاهلي ما فيش في مره من المرات كان قدامه خيار بين خطا تربوي وبطوله الا وكان بيختار معالجه الخطا التربوي، صح، حتى لو كان هيخسر البطوله. وده على مر تاريخه فيه كثير جدا من المواقف كانت بتتم ايقافات قبل ماتشات مهمه جدا زي 28 فتح التجازي والاهلي هيلعب بعد ثلاث ايام، كان ايقاف يوم ثلاث، الجمعه هنلعب مع الزمالك كان ساعتها المختلط في كاس مصر، ولسه الاهلي خسران كاس السلطان حسين قبلها الجمعه اللي قبلها على طول. ولكن القصه مش كده، احنا القصه مش بطوله، ما هي البطوله هتيجي وتروح، انما الاخلاقيات والمبادئ النادي مختلفة. صحيح. ففضلنا لغايه حتى لو انت خدت بالك بقى هنا في 85 ايقاف 16 لاعب، وكان برضه قبل مباراه نادي الزمالك في دور الثمانيه لكاس مصر. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكافئنا انه دايما لما انت بتنتصر الاخلاقيات الكوره بتنتصر ليك والرياضه بتنتصر ليك وبتقدر تتخطى وتوصل. طيب الحاجه الاخيره بقى عشان خاطر ما اطولش عليكم، البطولات
النادي الاهلي اول بطوله كمان خدها في تاريخه كانت في 10 ابريل سنه 23 اللي هو شهرنا برضه. يعني احنا السنه الجايه هنحتفل بمئويه اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي 10 ابريل 2023. الاهلي خلال الفتره دي خد العديد والعديد من البطولات، وصل حوالي 143 بطوله محليه وعربيه وقاريه. الاهلي سنه 2014 نال النادي الاكثر تتويجا في العالم وتخطى نادي ميلان الايطالي. حاليا هو النادي في المركز الثاني بعد ريال مدريد على بعد بطولتين، 26 بطوله عالميه، بطوله قاريه وعالميه لريال مدريد مقابل 24 للاهلي. النادي الاهلي كمان سنه 2000 في نهايه 2000 توج بلقب بيستمر 100 عام، انت عارف يعني ايه انك تفضل 100 عام تحتفل انك انت بطل القرن؟ انت ممكن تاخد بطوله السنه دي دوري ابطال افريقيا احتفل بقى لمده سنه، لو خسرت السنه الجايه خلاص مثلا. ولكن انت معاك لقب بيستمر ل100 سنه. صحيح. فتخيل حضرتك انك انت كنادي اهلي بتنال هذا الشرف العظيم. فلما نيجي نقول للنادي الاهلي تاريخ، مبادئ، بطولات، صحيح، وتطوير كمان، اكيد لك ان تتخيل قيمه النادي الاهلي. صحيح. والله يعني دي حاجة بتشرفنا والله العظيم، الواحد كمان يستمع ويعرف كده الأصل بتاع النادي اللي هو بينتمي ليه. أستاذ محمد نورتنا وبشكرك جدا، وكل سنة وإحنا جميعا بخير مرة تانية. يعني النادي الأهلي، شكرا ليك أستاذ محمد، شكرا ليك جدا.